اقسم بالله يا ابوها. الله 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 الله. ايه يا مان؟ ايه ايه يا مان؟ ايوه يا مان عمان. هي 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 مش قادر مش قادر اقسم بالله العظيم مش قادر. والله العظيم رجاله يا جماعه، والله العظيم رجاله. مش مصدق مش مصدق مش مصدق مش مصدق. ثانية ثانية ثانية، لا لا ارجع ارجع قبل الانترو قبل الانترو. حلقة النهاردة برعاية فاليو، التطبيق اللي لو ما كنتش تعرفه اسمح لي في دقيقة ان انا اعرفك عليه، لانه مفيد جدا، لانه من الاخر بيسمح لك انك تشتري مليون حاجة من مليون مكان بتقسيط. والله زي ما بقولك كده، خدماته سهلة جدا وبسيطة جدا، وفي كمية حاجات مش طبيعية. ادخل انت هتشوف بنفسك، انا مش محتاج تسمع مني، هتلاقي كل الروابط تحت الفيديو. مش بس كده، فاليو عاملين ارينا رائعة في مول العرب، ممكن تتفرج فيها على ماتش منتخب مصر ضد كوتيفوار، وعاملين عرض قوي جدا النهارده، لان ده اليوم اللي منتخب مصر بيلعب فيه. هتودنك مش بس تروح الارينا وتتفرج على ماتش مصر، لا، اي حاجه هتشتريها من مول العرب على مدار يوم الاربعاء النهارده، يوم ماتش مصر وكوتيفوار، تقدر تاخد عليها تقسيط لمده 12 شهر بزيرو فايده. يعني تدخل تشتري الحاجه بنفس سعرها، بس لما تدفع مره واحده تدفع على 12 شهر. وباذن الله وان شاء الله لما منتخب مصر يصعد في عرض اقوى كمان، بس بعد صعودها بوقت. شكرا فاليو على رعايه حلقه النهارده، ودلوقتي اقول لك يلا بينا نخش في التفاصيل. مش مصدق الماتش ده مهم قد ايه، مش مصدق الماتش ده مهم قد ايه. الماتش ده الماتش ده بيربط، احنا مستنيينه من زمان. الماتش ده احنا مستنيينه من سنة 2017. الماتش ده احنا مستنيينه من نهاية الكاميرا. انتوا مش فاهمين الماتش ده مهم قد ايه لمنتخب مصر، ومهم قد ايه ان شاء الله لماتش كاس العالم بتاع السنغال. انا اعصابي تعبت، انا اعصابي تعبت، وما بقتش بقدر استحمل اتفرج على بلتيت اكتر من كده. ما بقتش بقدر استحمل اتفرج على بلتيت. انا انت حاسنني مان اوف ذا ماتش. عبد اللعيب علي انه مبسوط ازاي؟ مبسوط قوي. افرح على انه فاكرين دي؟ مين فاكر دي؟ طب انت الحظ فاكرها؟ بتاع مليون اهي بتاعت الفينالتيات ضد انجلترا. قلت لك انت فاهم انت الحظ؟ شبك يا مان. طيب انا لازم اتكلم، لازم اقول حاجه، بس لازم اقول بس حاجه. المكسب ده مهم قوي، اقسم بالله العظيم. والله يا ابن اللعيبه يا جمال، يا ابن اللعيبه اتفضل. المكسب ده مهم قوي كذا حاجه. المكسب ده يا ابن اللعيبه يا ابن المكسب ده مهم قوي كذا حاجه. المكسب ده هو اللي يربط تاني الجماهير، ده اللي بيلضم مع الكلام اللي صلاح كان بيقوله على جماهيريه المنتخب، اللي بتقل، ده اللي يرجع جماهيريه المنتخب تاني. هو المكسب ده اللي احنا كنا محتاجينه والله العظيم. المكسب ده انا مش دعوه عامل ايه البطوله، المكسب ده بالطريقه دي بالاداء دي بالروح دي، هو ده اللي انا كنت مستني اشوفه من منتخب مصر، ما كنتش مستني اشوف حاجه ثانيه. وان انا كسبت كمان، صنعت فرص، والكره مش مطوعاني، والكره ضدي، وبتيجي في العارضه، وبيجي لي اصابات، اربع اصابات، اربع اصابات في خط الدفاع بسبب البطوله بدات. ايه اكرم توفيق صليبي، وبعدها الوش وفتوح، وفي وسط الماتش الشناوي، الشناوي اتصاب، واروح العب بنالتيات واكسبها، ومجابل اللي ينزل على الدكه يصد، ده كتير، ده كتير، ده كتير، ده كتير، والله العظيم، والله العظيم. بس انا عايز اقول حاجه، خلاص؟ عايز اقول حاجه خلاص للعيبه. النهارده احنا بس مش رجاله يعني روح وجرينتا وتكالنج وكده، لا لا. النهارده احنا رجاله يعني تكتيكيا، احنا تكتيكيا ملتزمين. ممكن تبقى دي قوه الجيل ده، ممكن تبقى قوه الجيل ده مش التاكلنج ومش عارف ايه، ممكن قوه الجيل ده ان هو عايز مدرب يحط له خطه، يذاكر الخصم، يقول له اعمل كده، هو ينزل ينفذ. النهارده كل اللعيبه، انا لازم ابدا بمين؟ لازم ابدا باتنين لعيبه. دول اول اتنين لعيبه لازم اتكلم عليهم. مين؟ مين اللعيبه اللي هقول اساميها؟ واحد عمر كمال. عمر كمال وينج رايت، عمره في حياته ما لعب بطوله امم افريقيا. في حياته يبدا ماتش يلعب شوط كامل ولحد الدقيقه 60 وهو بيلعبوا على الاطراف، وبعدين ينزل له ويلفريد زاها
اللي منيم مدافعين البريمير ليج من المغرب ظاهر يلعب عليه بقيه الشوط الثاني والاكسترا تايم ويظهر بالشكل ده عمر كمال وبعدين يدخل يشوط بنالتي ويجيبها. الله عليك يا عمر كمال، اقسم بالله اقسم بالله، ده الضغط، ده الضغط اللي لعيب صغير ما عندوش خبره، ده الضغط اللي هو محطوط عليه اخر كره اللي عدى منه ظهر على الخط مش قادر. انت بقى يعني بيلعب على ظهر وظهر نازل لك فت وانت مش قادر تلعب في افريقيا ودرجه حراره 23 ومش عارف الرطوبه عامله ازاي وما عنديش الخبره اصلا ومش مركزي، انا اصلا مش باك رايت. ده واحد. مين التاني؟ محمد عبد المنعم قلب الدفاع اللي البطوله بالاصابات خليته يلعب ماتش نيجيريا باك رايت، وبعد كده خليته يلعب مساك النهارده على مين؟ على مين هو وحكايتي بيلعبوا على مين؟ على هالر. هالر هداف الشامبيونز ليج مع اياكس اللي جايب 10 تجوال في 6 ماتشات. حلو؟ سباستيان هالر جايب 10 تجوال في 6 ماتشات. يلعب عليه محمد عبد المنعم النهارده ومش بس بان كل لعب كوت ديفوار بيتلعب عشان هالر يسقط قدام بين الدفاع ويطلع الوينجات او يعمل كده ويسقط ويجري في ظهر المدافعين. شفتوا محمد عبد المنعم النهارده بخبرته القليله كان ازاي بيطلع مع هالر وازاي بيرجع يغطي، ازاي بيطلع يقطع الكوره وازاي بيرجع يغطي وراها، ازاي بيحاول يطلع بالكوره وهي في رجله ما بيخافش. قطع كام كوره النهارده ما كانش خايف، كام كوره الاثنين اللعيبه دول عمر كمال ومحمد عبد المنعم، وبرده دخل وشاط بنالتي وشاطه حلوه قوي. هتشوف رد فعل قلت المرعي، قلت له يا مان هو مش شايطها عشان لو اللي هو الجول راح معاها راح الناحيه الثانيه تخش، لا الجول راح معاها ودخلت، هو حاططها حلو، حاططها بقلب كده وبثقه. الاثنين دول اقل اثنين عندهم خبره مع المنتخب وكان عندهم ماتش صعب قوي 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 ضد لعيبه عالميا عاليه قوي 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 ضد منتخب الكوت ديفوار اللي كسب الجزائر 3، منتخب قوي جدا. بس انا النهارده انا اللي حجمته، انا عملت في الكوت ديفوار اللي نيجيريا عملته فيا في اول ماتش. اللي نيجيريا لما انا بدات الماتش هم حسوا ان انا ضعيف فركبوني، النهارده انا حسسته ان هو ضعيف فركبته الماتش كله فضلت راكب عليه. برافو برافو. النهارده لازم بعد ما اتكلم على اللعيبه خلاص اكمل اللعيبه، نكمل اللعيبه مبدئيا كده. بعد الاثنين دول مين اللاعب الثالث؟ مين اكتر لعيب بينتقد في جمهوريه مصر العربيه؟ محمد النني. خد رجل المباراه محمد النني النهارده، عمل ماتش عالمي، اقسم بالله العظيم عمل ماتش عالمي، دفاعيا عالمي، ارتكازه عالمي، بقى بياخد ثقه اكتر ويطلع بالكره لقدام. النقطه اللي كنت بتكلم فيها قبل الماتش، خد الكره واكسر الخطوط لقدام، يعني بقى بياخدها وبيروح لقدام بالكره. النادي النهارده لعب في اكتر من مركز، لعب 8 واليمين وكان بيتحرك شمال ولعب ارتكاز بعد ما حمدي فتحي اتصاب. انا في ماتش النهارده الشناوي وحمدي فتحي الاثنين اتصابوا، في كل المراكز عمل ماتش حلو قوي. خلاص غير كده بقى، غير كده اللعيبه العاديه اللي انا عارف ان انا مستني منها التالق، احمد حجازي رهيب، فتوح ثقه مش طبيعيه، فتوح كان بيلعب على بيبي اللي عامل بطوله عالميه، بيبي عامل بطوله عالميه، فتوح النهارده انا ما شفتش بيبي بيلعب كوره واحده على الجول. حمدي فتحي لا غنى عن نص ملعب ما فيهوش حمدي فتحي، ما ينفعش، لازم انا عندي حمدي فتحي في نص الملعب. بعد كده النني والسوليه رغم ان هو النهارده كان من اوحش ماتشاته، يعني النهارده كان من اوحش ماتشاته، بس كان موجود بالذات امتى؟ في الاكسترا تايم. في الاكسترا تايم انا حسيت بالسوليه قوي، مع انه في 90 دقيقه كان الكره اللي جات له ما كانش عارف يتحرك، مش مركزه، بس لما راح ناحيه اليمين ولما حمدي فتحي بالذات اتصاب وخرج، السوليه تحسه خد مسؤوليه، حس ان هو لازم ياخد مسؤوليه اكبر. السوليه في الخروج بالكوره وتنويع اللعب كان رهيب. بعدين نخش بقى قدام مصطفى محمد النهارده، ممكن اقول ان مصطفى محمد لا انت على الجول كنت وحش، ممكن طبعا، ممكن اقول حاجات كتير قوي، بس في نقطه مهمه، لما السترايكر بتاعي يبقى عنده التزام بالوظائف الدفاعيه، احد اهم اسباب ان كنت فار ما عرفتش تلعب عليا كوره في ال 90 دقيقه كلها بالذات اول 75 دقيقه، هي ان مصطفى محمد كان بيلعب مان تو مان على مين؟ على سري الراجل مركز 6 الارتكاز بتاعهم المحور اللي بيلعب قدام قلبي الدفاع، كان بيلعب مان، يعني في الطبيعي المفروض اول واحد يضغط على قلبي الدفاع مين؟ المهاجم اللي هو مصطفى محمد، وفي ظهره يمينه صلاح وشمال مرموش. النهارده كانت مقلوبه، النهارده مرموش لو الكره من على الشمال عند بيه مرموش اللي يضغط على بيه وصلاح يقرب، ولو الكره الناحيه الثانيه صلاح اللي يضغط ومرموش يقرب، في الحالتين مصطفى محمد وراهم لان هو بيلعب مان على نمره 6،
ده اللي بيوزع اللعب. انت هكنسلك، هطلعك من الماتش وطلعناه من الماتش. طبعا مضطر انه يرمي كره طويله يعطل، يا اما الظهير يحاول يطلع ويعمل لينك مع الجناح والوينج. فمصطفى محمد دور الدفاع النهارده كان رهيب. محمد صلاح في ماتش النهارده كان كل بيمثل كل اللي انا كنت محتاجه، كل اللي انا كنت محتاجه من افضل لاعب في العالم في مركزه واحسن لاعب في تاريخ مصر. ازاي بتفك الضغط من على فرقتك؟ ازاي بتعدي النهارده كذا ترقيصه وكذا كوره وكذا يعني؟ انا بس النقطه في حاجات خاصه انا عارف ان دي بتاعت صلاح، بس نقطه ان انا اشيل الضغط من على الفرقه. صلاح كان بيحس بالترمومتر اللي اول ما كنت تقدر تمسك كوره وتعمل هجمه في اثنين، وده لازم يحصل. العب الكوره عن صلاح، العب الكوره عن صلاح، هيروح يستلم ويحط اي حد في ظهره ويلف بيه ويودينا هناك خالص سنين الملعب، يودينا الناحيه الثانيه ياخد فاول. كام فاول النهارده خده محمد صلاح؟ مهم جدا جدا. وفي الاخر دخل شوط البنالتي الاخيره بمنتهى الثقه. دور صلاح قيادي، الناس اللي كانت بتتكلم على دور صلاح القيادي ككابتن. شفت محمد صلاح النهارده اول ما جت بنالتيات راح راح للعيبه، مين عايز شوط بسرعه، تك 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 تك، خد مسؤوليه بسرعه بسرعه، مهمه قوي، اخد مسؤوليه في اللحظات الكبيره اللي زي دي. راح خد المسؤوليه وشاف مين اللي هيشوط واتكلم مع كيروش ويلا بينا ويلا بينا. دور قوي جدا جدا. صلاح لازم هيجيب البنالتي كده كده ان شاء الله، بس الاهم هو الدور القيادي اللي هو عمله، ان هو يدي اللعيبه الثقه ويشوف مين اللي هيقدر يشوط ومين اللي مش هيقدر يشوط، اللي يخلي عمر كمال ومحمد عبد المنعم يشوطوا قبل لعيبه عندها خبره اكتر بكتير، يبين لك ان في قرايه، في قرايه لمين اللي جاهز نفسيا انه يشوط ومين اللي مش جاهز. عمر مرموش، عمر مرموش لعيب جامد قوي قوي قوي. كل اللي ينقصنا هو ان التماغم يزيد. لو عمر مرموش وفتوح لعبوا مع بعض اكتر وفهموا بعض اكتر هيبقى عندنا جبهه شمال رهيبه رهيبه، زي ما بدا يحصل ما بين صلاح وعمر كمال لما بداوا يلعبوا مع بعض. برضه ما لعبوش مع بعض، الناس ما لعبتش مع بعض. حلو، كل اللي شفته النهارده من لعيبه المنتخب هو الذي كان منتظر. اللعيبه اللي بتسال هو الجمهور تنتقدنا ليه؟ انا عايز ده. النهارده لو كنا خسرنا الماتش لا قدر الله، مفيش مشجع كان هيطلع يقول غير رجاله وشرفتونا وهسقف لكم. لاننا مش بس لانكم مش بس حسستونا ان انتوا عايزين المكسب ده قوي، لا انت حسستني انك عايز المكسب، وحسستني انك جبت اخرك، وحسستني انك ما بخلتش بجهد واحد بقطره عرق واحده، وفي نفس الوقت حسستني انك لاعب تكتيكيا كبير وما بتخافش من الخصم، وشايل فعلا السبع نجوم، حاسس بالسبع نجوم وحاسس بوزن تيشيرت منتخب مصر في افريقيا. ده اللي انا حسيته. انا عايزه بس حاجه، هي دي اهم حاجه من ماتش النهارده. خلاص انا مش فارق معايا على فكره ان احنا نخسر الماتش الجاي، لان اهم حاجه في الموضوع كله ان انت اديت مسج، لا انا فرقه تقيله. تعالى لي قبل السنغال بقى عادي، انا ممكن انفض السنغال زي ما انا فضت كنت بقول، فاهم قصدي؟ طبعا مسج جهاز، لان احنا الطمع فينا قوي 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 قوي. مش عشان الماتشين اللي فاتوا، ايوه احنا بقالنا شويه اربع سنين نفسنا كجمهور طمعنا الناس فينا، صح فاهم قصدي؟ صح. النهارده اعتقد ان كل الفرق لا هتقع يعني، انا مش عايز العب مصر لما يطلع عليا هنري كمان يقول لك انا عايز العب مصر. تعالى اقول لك، بس خليني اقول لك حاجه ثانيه برضو، اجانب ممكن اخيش مع المغرب ملاش دعوه كرة. انا الماتش ده انا كنت محتاجه، هو ده أنا كجيل بس كده، 100% انا كنت محتاج الماتش ده كجيل بس كده. كل اللي انا قلته بقى ده كلام على اللعيبه، صح؟ في بقى كلام على واحد تاني بقى، ما احنا بكمله الناس اللي ايه؟ اللي بتنتقد. خلاص؟ وتعالى لي بقى في الناس اللي بتنتقد. جميل؟ اكتر واحد بينتقد هو مين بقى في البث الكامل عشان رد الفعل؟ خلاص؟ كيروش. قلت لك ايه يا مرعي على كيروش قبل الماتش؟ قلت لك كيروش بيتحسن واحده واحده، بيتحسن تاتا تاتا، على عكس البطوله العربيه اللي هو ما كانش بيتحسن فيها خالص، كان وحش وفضل وحش. انما كيروش اول ماتش مع نيجيريا كان سيء، الماتش اللي بعده اتحسن، الماتش اللي بعده اتحسن. النهارده انا كان عندي 7 ايام، قلت ده في حاله النهارده الصبح، من يوم 19 ليوم 26 كان عندي 7 ايام اجهز فيهم للماتش ده. فقلت لك انا عايز اشوف كيروش جاهز ازاي. اللي انا شفته النهارده كيروش فعلا جاهز، فعلا حضر، فعلا رسم خطه يلاعب بيها الكوت ديفوار وذاكر الفرقه اللي ضده، وده اللي هو نفذه النهارده. مرعي كان بيقول لي لو خسرنا الماتش النهارده والناس مشيت كيروش عايز مين يجي؟ قلت له يا مان انا بالنسبه لي، انا احنا عمالين نجيب في المدربين، بس انا احسن سيناريو بالنسبه لي ان كيروش يكمل بس يتحسن. ده اقوى سيناريو، ان كيروش ياخد الثقه ويكمل ويتحسن، ده احلى بالنسبه لي من سيناريو ان انا ماشي ادور على مدرب تاني يجي يلعب لي ماتش كاس العالم. وده اللي كيروش اخيرا اخيرا حسسنا
ان انا كمان محدش هيجي على كروش. هيجي على كروش ليه؟ انت بس اديني اي حاجه وانا هدعمك. والنهارده انت اديتني مذاكره منتخب الكوت ديفوار واللعب على مان تو مان، اديتني ضغط عالي. خلاص مان تو مان طبعا ده على مين؟ على سيري نمره 6 مان تو مان بيتلعب عليه مصطفى محمد، على هالر السترايكر بيتلعب عليه مان تو مان في كل كره من حجازي لمحمد عبد المنعم، على الوينجات اذا كان بيبي او اسمه ايه اللي كان بادئ الماتش الوينج الشمال انا بنسى اسمه، جرادل. خلاص ما تسيبش واحد على واحد، ما تسيبش عمر كمال مع جرادل او بعد كده مع ويلفرد زاه واحد على واحد، وما تسيبش بيبي واحد على واحد مع فتوح. على طول عمر مرموش بينزل يعمل واجب الدفاعي وانت عارف ان الاظهره هتزيد. فانت كنت مذاكر الخصم، كنت مذاكر الخصم وحطيت تكتيك وحفظت اللعيبه جمل، اللعيبه نفذتها. ده اللي انا كنت عايز اشوفه منك. وبعد كده خلاص خلاص كسبت الماتش او ما كسبتش الماتش، خلاص انت عملت اللي عليك وحسيت انك عملت اللي عليك. عشان كده انا النهارده مش مصدق، مش مصدق. انا كنت قاعد بقول لك انا متشائم، واضح ان انا لما اتشائم دي حاجه كويسه. قلت لكم متشائم وقلبي مقبوض قبل الماتش، دي حاجه حلوه. خليني متشائم كده على طول على طول. مظبوط يا عم، والله العظيم احنا محتاجينها من زمان. اهدى بس، محتاجينها من زمان. والمكسب بالستايل ده، بالفرص اللي جت والفرص اللي ضيعتها وعدم التوفيق، وبعدين تيجي بنالتيات ونشوط البنالتيات وكل الاصابات، يعني كميه سيناريوهات مش طبيعيه، مش طبيعيه. فانا مبسوط قوي 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 المنتخب. الف مبروك لكل لعيبه المنتخب، والف مبروك لكل جماهير مصر. المكسب ده كنا محتاجينه عشان نرجع تاني الرابط ما بين جماهير كره القدم وما بين عشقها للمنتخب. حاجه صغيره مهمه قوي، روح اللعيبه اللي بره في الماتش ده كانت باينه قوي. صح، لان دايما لما بتتكلم على روح اللعيبه والبتاع على الفرقه المنتخب ده، دايما كان الناس بتعلق ان اصل اللعيبه واصل المنتخب وشكلهم مش عارف ايه. لا، بانت قوي في الماتش ده سبيشال وقت البنالتيات، بانت قوي الروح. كل اللعيبه قبل البنالتيات قايمه بقى مجموعه، ومحمود علاء بيهزر بيحاولوا يطلعوا اللعيبه بره، ابو جبل الشناوي في ظهره. لا بص، جيل، مش بقول ان هو جيل مختلف، بقول قصدي ان هو زي بيدي. لا زي زمان، يعني ده اللي كان ينقصه. الاتهامات اللي الناس كانت بترميها او كنا كلنا احنا ساعات بنرميها مش صح. صح، حلو قوي فعلا، حسسنا ان هو ان هما مع بعض، مع بعض. مبروك يا جماعه، حلقه رد فعل هتنزل بكره. هاي يا مغاربه احنا جايين، استنونا عشان مش جايين. ما تكبرش يا ابو، انا قلت مش جايين اهو. تونس خدت طارنا من نيجيريا ورميتهم بره، ومنتخب مصر خد طار الجزائر من كوت ديفوار ورماهم بره. ويلا بينا عشان نطلع حتى في سلام.